سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً خلال شهر يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3,900,000,000 درهم، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية الشهرية الذي تصدره دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. وتشكل هذه النتائج ارتفاعا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2,000,000,000 درهم فقط. وبالمثل شهد عدد المعاملات المنفذة زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 5,412 معاملة خلال شهر يناير من العام الجاري، بينما كان في يناير العام الماضي 2,999 معاملة فقط. وجرت معاملة البيع في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وتبشر هذه النتائج بسنة مستهرة مليئة بالإنجازات للقطاع العقاري في الإمارة الباسمة، التي غدت محط أنظار المستثمرين وقبلة للعارضين والمطورين العقاريين في الدولة والمنطقة والعالم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عمر بن ساحو، نائب رئيس قسم التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة. مرحبا بك. بداية، ما هي المؤشرات التي تعكسها نتائج يناير من العام الجاري من حيث الانتعاش العقاري والنمو المستمر؟ طبعا في البداية، سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموا خلال شهر يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3.9 مليار درهم. وتشكل هاي النتائج ارتفاعا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2,000,000,000 درهم فقط. ومن أهم الأسباب هذا النمو نجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به وتتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وحزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين. حدثنا حول التفاصيل المعاملات العقارية المنفذة خلال يناير الماضي وإحصائياتها حسب تصنيفاتها المختلفة. طبعا وصل عدد المعاملات خلال شهر يناير الماضي إلى حوالي 5,412 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 879 معاملة بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 288 معاملة بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 548 مليون درهم تقريبا، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 4,245 معاملة ونسبتها 78.4% من العدد الكلي للمعاملات. نعم، ماذا عن أكثر المناطق الجغرافية النشطة من حيث معاملات البيع وحجم التداول النقدي الذي حققته؟ تصدرت منطقة أمويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 122 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة ب 114 معاملة، وبعدها منطقة الخان ب 61 معاملة، ومنطقة حوشي ب 43 معاملة. وأما المناطق الأكثر نشاطا في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة أمويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى حوالي 164 مليون درهم، تلتها الصجعة الصناعية ب 152 مليون درهم، ثم منطقة الخان ب 79 مليون درهم، ثم منطقة الممزر ب حوالي 71.7 مليون درهم. نعم، عمر بن ساحو، نائب رئيس قسم التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، شكرا لك على هذه الإفادة.